أزول إذ ما سويت ما قال تحققت المسيرة أبو غزار المسيرة قد تيهزات روغا تجا شوين ترافيك ذا ديكسي المسيرة زكو جوغ زي سنغضن عطاق بزي بلوكاج يا في دي ناس يا في دي ترافيك دون بوتياج وغاقا خضر الدريتين وخا غاكون مرة ما يتجان الدراري يجن أحراض حرائر أبو خطوريم ديني الحراسة زيد كامل ديني وسط عن ريغولاسيون دي ترافيك ديني بوليس كوان زيد كامل ناس Bonjour, ça va? Je suis là. الزرقاء يسيت زين المغرب يسيت تا غش حايص الزون 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 الشباب مليح ماشي مزيان راه ودا شوية كي راه ودا راه ودا الحمد لله الحمد لله سي غيج سيري نايت الدم جو جو عرب ياه بونجور Bonjour, ça va? Eres de Catalonia, no? Yo soy del mundo entero. Eres de Montero, ok. Soy canario, soy de Mexico, soy negro. Eres de Reveri. Yo soy irlandés. ¿Qué es lo que es la Francia? ¿Qué es lo que es la Francia? ¿Qué es la ايوا محمد اقمس نعسيسك محمد موسقار جوارتي اقمس نعسيسك بيبا دومك ازول ازول الله يسلمك يا غاد كيف وصل من المشكل هي شيني مزيغ احرار بالشور مشات في الطاكسي راقا قالوطي مشات في الطاكسي وماذا انه ناين كيفاش اش تقصيد ماني سنيش ميدا تكور ميدا الزود اش السو بلا يوم كان اتخرس لها توا ان فيزيت راسيست اي اي اذا باركان صافي انك غادي اش راسيست ناسو غروق اتي كوش يغيم ما سو بور يوغاد كامين اغي الضعف يطو ناسي واقع انا اصبح شعيب أشقى جينات بركة بركة راكم شوة كل ملاب بركة بركة راكم شوة كل ملاب بركة بركة مرسول وقت وريم ديني هزول أبو خطوري ذين أعلى من هذا الكاتالونيا انتظمونك الحرب الإرهاب من هذا إذا تنطاني تيروغيزم يقعن في برشلونة لا قاسم شيء ديو كانوا أتو تالو الزود
فيفا كاتالونيا، فيفا فيسكا، فيسكا برشلونة. الزول أما أنا اللي غادي ندير لي الإذاعة، هاي الإذاعة That's very good. That's very good. That's all we're saying. I'm just gonna slip through. Yeah, sure. Et ça se voit, hein? Ça se voit bien. Je te suis, mais comme tu es toujours en berbère, je comprends pas tout. Moi, je parle berbère, l'anglais, français, espagnol, le juif, tout le... Parce qu'il y a des fois, j'aimerais commenter, mais... Mais comme comment tu t'appelles? Driss Mkadem. Al-Kadem. Mkadem. Mkadem. J'ai fait pas mal de commentaires, tu m'as... Non, je... Deux ou trois, vous m'avez répondu. Pas les toutes les commentaires, mais... Non, commentaires. On se voit après. Ça, je te suis beaucoup. Allez, merci, ça fait plaisir. Azul, ayoum, azul. Tahir. متف كان إعادة الاعتبار راجع شوية ولكن المغرب سبت سياسة الاعتقالات سياسة العنف سياسة التقتيل القتل اللي استعمل النظام المغربي إذا تفوت من قرعة ومفوقي جنيف ومفوقي برشلونة ومفوقي دوزلدوف بروكسل ألوغ المفروض نهار هذا كي باغي ألوغ ما قدم شكل نظامي بطريقه سلميه تشوف ميساج فرنسا ميساج شفا فرنسا تشوف ميساج المغرب والسيتي ما نجح السيتي ما نواجدات السيتي ما ضاعوا نقاع مار الدراري ان شاء الله اجي نوزو اجي نسال القري مارين يدي تسرالي مار ما تجيب بارك الله فيك
أمور توارم ما يتمسوا يتماغ المسيرة ناجحة مغزار ما يودانو سيد زمار أوروبا مشتينا قان غذا تأكد الحضور النوت أكد الشق نظن كذلك متف يعني الصوت الصوت نجم ميساج دا غينة غاية فرانسيسون متف متف يعني قيمة جنينة Oh, gosh.
شي حمانانه، ولكن ضروري ضروري مني راسني يشهد ناري ربي تعالى المخزن عارف المشكل يعني تبني راسنا تجينا حاجه راسنا قانون باش ناس نروح هذه ولا ماشي مدينه الدوله اللي تروحوش يعني ما كانش عادي يعني مسكر غير غتسدات في لحظه يا الله لا تكاداك سنوار قريبه دين كاريفوها ولا ياخذ فيهم الحق Nosotros estamos contra terroristas y también ya tenemos prueba en norte de Marruecos y el REF nos maltratan, nos cogieron nuestros chicos, están en la cárcel y todo eso porque Cataluña y el REF siempre están así unidos, el REF y Cataluña están siempre unidos. Cogen a nuestros chicos, rifinios, nos matan allí. Son asesinos, que se vayan de nuestras tierras. Queremos paz. Nosotros que queremos la vida, queremos vivir, queremos dignidad. Salimos el primer día por un hospital y por un colegio, un trabajo, universidad. No tenemos universidad allí. Y tenemos la enfermedad de cáncer. Tenemos la enfermedad de cáncer y no tenemos un hospital aquí. Nuestra gente, nuestros padres, hermanos, nuestros hijos van desde Alucima hasta Rabat. Mucho camino, mucho dolor, dolor. El gobierno marroquí nos odia. Si tanto nos odia, ¿por qué nos deja en paz? ¿Por qué no? ¡Dejáis! ¡Sueltáis a mis hermanos! ¿Por qué están en la cárcel? Yo no entiendo por qué están en la cárcel. ¿Por un hospital? Por dignidad, por universidad que estamos aquí luchando y luchando y nadie nos escucha. Y ahora el rey está en el mar. Esperamos que dice en el Inter y que Virgen le van a soltar. Pues no lo sabemos, ojalá que sí, porque nosotros no queremos sangre, no queremos nuestra tierra que sangra, de sangre. Ellos nos maltratan, pero lucharemos hasta la muerte. ¡Vive el REF! Y vamos a luchar hasta el último. Vamos hasta los niños que vienen ahora del norte. Odian el país.
país, pero ¿por qué? ¿Por qué les meten el odio? ¿Por qué? Nosotros queremos paz y queremos la vida, pero Dios no los va a perdonar, no los va a perdonar, todos van a morir. Si no hay justicia, no hay justicia en Marruecos, no hay justicia en todo Marruecos, todo. Salen a Europa y dicen que Marruecos está bien, pero no es verdad, no es verdad, no estamos bien, ninguno está bien, no tenemos derecho, queremos dignidad, solo dignidad y vivir, como aquí la gente mira, porque aquí nadie nos pica, porque aquí no, y ahora si te vas a Ipsurel, si te vas a Lucima allí, y a Arwi también, mucho palo, mucha sangre, mucho miedo a los niños, y pegan a las mujeres, porque aquí no, porque aquí puedo gritar y en mi tierra no puedo gritar, ¿por qué no? ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Queremos libertad! ¡Queremos dignidad! ¡No somos asesinos! Bueno, viva el refugio. Nos sentimos de verdad que ha pasado en Cataluña. De verdad, no sé por qué han hecho esto. Ni qué interés que tienen eso. Matando a los inocentes en la calle. De verdad, nos ha dado mucho pena. Somos personas que quieren la vida, que quieren vivir en paz. Mira, aquí nadie las maltrata, mira. Y nosotros estamos acosados de muerte, que nos quieren matar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No hacemos nada malo, solo queremos dignidad. Nada más que sueltan a mis hermanos en la cárcel porque están allí. ¡Batl Qusra al Jote al Mushrimon! Gracias. عشر ريال.
يخاف شوية المهم شد الترباجات كيفاش نوفر ها أشوف تاكل صريحة أو ما
هذا الصور غبية نهار نمر في فرنسا باغي ديش محطة سيما عشقة ميغالية قد الحراك الشعبي الأوروبي الداعمة للحراك الشعبي الجاري أحن غضان قارعة وتانية بركة زيد الاتفاق بركة زيد الاعتقالات بركة سياسة القتل حس واحد السادس تضغى فرنسا متى تفاسيني في فرنسا كومو سبتن تسمى بفو فيغ الضوء الأخضر يتشي المغرب منظمة الوزن كاري بدا ضمان جوزان كاتالونيا ضمان جوزان بارسلونا العملية الإرهابية وقعت من أني تأسى في من وقعني بارسلونا شني وقعني مزيغا إليفيين ديمقراطيين مسالمين ونجهو العنف شني السلف إذا دا حطا التعاون القرى ورنو سجل الحضور أرى سيريبيين أضرح المنيمة أرسع تسمي زيمة تحياتي يا زول من مجر إيش السؤال ذا نكارو الله يبسو يلا الله عاو من اسمي غاك أزول أش أحفظ أفيفا كاتالونيا أزول أزول تحياتي تحياتي أحفظ ربي تحياتي حنجي راس قفوة الزاينو عقل خيمة لها شنو فات أخشى يوم ما يروح أكيد من ليكني كمي واه واه يا رسول ليك مليح يجي زول زول الحمد لله طفى شي حاجة طفى شي حاجة طفوا ركز لي هو طفوا هو أيوا شريف شريف يلا صواح مرحبا راح يلا أكيد رياضيه شحال هنا فات الله يودي بارك الله انا واش حسيت قلت لك انا صادق صادق قلت لك انا عندي جيبو كي دار ماني نجيبو كي دار ليش ميس سليمان سليمان زيون الزعيم سليمان الله يرحمه يودي اسنان داوي سكاي ابن جي سوي ميس عزيزي لا بفريج ديريكتور كلش انا شي جيبو كي دار لا شي جيبو كي دار ماني جيبو كي دار ريفرش ريفرش زين محاورن الزعيم ونبليمان زعيم ميس محمد ميس محمد هو اللي علي اللي هيثما ايوا غاش السينما واش قرا المتوكي شي نور المحمود ولا تحمو الله واش باور حمود قرعيد شي ديه ونحمود قرعيد سير على الله شكرا انا شي معروف يستوون حمود قرعيد لا لا سنخذ واش كسير الويزه فاميليا ميمون شكون هاد العشير لا شي ايه كذلك فقاف من انا والصناع عالي صناع محمد باش هادشي تاع نروها ميمون ميمون ميس نعزي سنابا ميس نعزي سنابا مسا كاع شي غدا وايس بعدا غنولي غنغان وطباك الله مركل نين مركل يقيم مورد مورد يمسكين يخدم ما كيسن 30 سنه وقاقر عنكس السي زين باسكين هاني طوان عندي رنج شنو يلا
اشكو بصدق شي حاجه حاصل صباح شي حاجه افوزيت بارتو لا سوانار ازور غسيور ما راح راح فوا مي شاج في ريجينيرال غير تمرينيه مني شاج
comprendre, c'est que le RIF, il est enclavé, il est militarisé. Le RIF, depuis longtemps, le slogan, là, on le dit, je vais le traduire. Non à la militarisation du RIF, non à la militarisation du RIF, qui veut dire la lil askara, la lil askara. All right.
ناصي سيني سعد بزاف. معليش معليش الحركه هو اخسر كتب ساهل الله يعطيك الصحه. طف طف بيا شي جديد مع سيتو الله يحفظ واجي Respectez le périmètre de sécurité, respectez les personnes qui font l'organisation. Merci. أصحاب الجليات دسنا ذات ذلك كل شيء مرة عاد نظن أصحاب الجليات وراغن. Les personnes qui ont des gilets jaunes se mettent devant, s'il vous plaît, pour faire respecter le périmètre de sécurité. Merci. Les personnes qui ont pas des sites d'infos restent en dehors des bandes jaunes et noires, s'il vous plaît. Et où viennent mes verrous qui vous demandent les souverains, les rines, les gamines. La bande jaune et noire, la renouvelle idée. Je peux aller là, je pense, parce que c'est mieux d'être. Oui. Ouvert, semaine. تحية لفاليا المرة يجب سيستم حالك سيست محاجز مرة ترام لكن الوالد المرة ايش مثلا في اللواء تجيبوا لي سيست التغنيت اطفنا بارا عم تشاور في المرة في جزء مثلي تغرق سيدي لا 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 كيف بدي عرسي وضاري شينا عمار راه راه شاج التليفون شوف
اسمك هو ملاك لك الوالدين إلياس بوغلان إلياس تصدر قد أخي 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 أو قالوا قرية شوف مش أنا حسنا غيرنا قرية هاد في الشيء نص ضلع عنا في الله يقولي شيء عاجل نوفا ناس بالي وشيء زي فيت فيت بانس أو تقطع الأخير تبي تبي كسر شوف شيء فيت آه تروش نص ضلع عنا مين من سلمت من منهم توه توه ما صبيت سواقين تبون ت ما نخويه ما نخويه وتو ناس كنت تكتبه في المتوكل آه وتو ناس نو كنت تكتبه في المتوكل ناس كنت تكتب بس بس في كونفرساسيون أي تواش شيء حاجة بس أنا بيلا كل واحد يركش شيء حاجة ميقفي جينا كذا تدني مين ديس خسرك سبحان الله تطفش القرص من اي عاد هذه كان مالتي عاد النوني لا يجو سكسي 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 ومن لا يسكسي صارغ الاخ ريت جناشيت جن الحرسي الحرسي الاحران الحراك الشعبي كارف يتواجد ب بقوة لجميع المسيرات كارف وبتما كيجي اللحظة تفغ تفغش كل مسيرة من فرنسا نهارها تفاجأ ذي من يوقعان من أخينا مش ما هو الحسيمة المسيرة تشكل عدة مسيرات أي مسيرة شكل ذاك الحسيمة الناس ربما عادة تسجن هذا الشكل في المسيرة الأوروبا ولكن الناس يمكن مستحيل يمكن عمسة تسجن هذا الشكل في المسيرة الأوروبا جارب ليش الفيزا طنسيانت مريو جاربو فيزا تفوق هذا تف حارقة صراحة حيث صاربو ذي شيء نقم نانا يوميا نقم داخل اختطف نانا مريقي مهديني الحسيمة أتف إما تف اختطف الناي لا تف يغشينا روينا لذلك قا وفي الاخرين وكروسن باغي وعاد قاص ان شاء الله يصنف المسيرة القرانية ان شاء الله يوصل وتحيا نضالية عاد 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 كل شيء يعني روح الشيخ الكابليك سيتيت جيتا غصح الشوه نصح ما عاد وسيبت بكابليك التليفون غصح عاد قاعد كابليك تتفضي التليفون صح صحيح يا رشيد لا يبقى ديارس نهارا صباح ما يبقى ديارس شكرا تافيش كي المسيرة الحسيمة تافيش كي المسيرة مزوان تافيش كي المسيرة من ابو عياش الو
واش المخزن المغربي جاء علي وذن كاري فروخ الشباب أذحاكن بطريقة بأخرى؟ طبعا يعني المثال شديش المثال وقيلة ديش المثال الزاكي المخزن كاستخان سيج التكنيك مش طبعا حضر أي مسيرة كالحسيمة او هذيك ما حيت سماها الصفايط الحكره الصفايط التهميش يعني شنو نقعش راه النقد داك انت عايش 20 غور باش تسكن ما يخدم الحسيمه نفرض نطلب نعم ما غنخدم نطلب السبيطه ما غنداوى نطلب جميع ما غنيت ما دوسيت ما دوك لذلك نتفاجئ سمع الاختطاف نتفاجئ سجل القمع هو تسجل الدوله المغربيه قرصنا يا اثنا وهمني شي المغرب من السوق راني قرص كلشي يا صديق الحريف ولكن قرص بالله الحراك مبارك وعظيم بالله ما تصد الحراك بسم الله ما تصد قرص ساميكو سواء اللي انت شفت الحسيمه شفت بوسيط اوروبا هاد السارق وسيط الكمر غير نيهالي ولا تكتب الحسيمه إلا سحق القيا أور من خير حوروبا للسنة ودوسي قوات الساري ودوسي باهي الله يبقى يك شمكان وسير تهدي المظاهرة غير تكباري ما تسمعش لك تدوس الدوف هاتك أي مكان في أوروبا ما تحضر أي مسيرة وتحية نضالية ما رأيت مثلا في الحسيمة ما رأيت ليفيا سيف مدينة ليفيا وتقال أشكم أسول تحية نضالية تقال أشو بثنا تقال أشو بثنا أصاف يا تفا يا واخا راه ديك الصباح و ديك الصباح و طاري التليفون شارجي التليفون هادي سي بزاف يا فاش ينزل لجنة التاريخ راه سادياس اصلي شي دقيقه تصمت كمال مزوج خلينا ماشي ما كمل انا يا حبيبي ماشي انا خلينا اتفسر ماشي ما 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 ماشي
جمال قدام مالو باش يصور لك جمال جمال يوسف جيبي عشان شوي كارثة وعادي بس كتالوني تحية نوفال افرس افرس عزيزي واخي مش شمري مش بشي الله عليك ايش تخيخ للإخوان الإخوان يجي تسوان خلينا قيم شوية الموال ما شاء الله أنوش يصور الإخوان من تعودان زهر كوشي ما علينا كروا سنتين قيم للموال إلا دراريني قد نظامنا قيم يا جماعة إيش دقيقة صمت ما شابر الفاتحة من المدينة إيش الفاتحة ألصق إيش دقيقة حتى تكمل أنكمل كل شيء إيش نصفيق صافي يا جماعة ni sisplau, ara tots un minut de silenci per tots els afectats a Catalunya. I ara, sisplau, un minut de silenci per tots els afectats a Catalunya. Bonjour, messieurs, dames. On va faire une petite minute de silence, s'il vous plaît, pour les morts de la de Barcelone. Merci beaucoup. Thank you.
Azoul, bonjour à tous et tous. Alors, je dois parler un petit peu en français, je vous remercie tous. Je vous remercie toutes les gens qui habitent ici, les Français, qui sont participés avec nous dans cette manifestation. Bon, je dois parler aux Amazigh, parce qu'il y a mon ami Khalid qui va parler en français. شنين الناس زواري في النور أدنيا المرايا أسير الكرامة إلى دينيتي الحقوق الإنسان إمدانية الجماعة العسكانسان وسيسيري نظام المغرب السا زمي بارا الجماعة العسكاين كمالا ذي في على شنية المصالحة أكيري فيين الجماعة العسكا ضغط المعتقلين المختطفين قيمة كيسنا الطاولة شنين الزاق مزار نيلان نظام واثنة ونخسبوا الدمار ونخسبوا داعش On est pour le terrorisme, on est contre ça. Le Chine Karas, voilà. Le Chine Karas, il est dans le Maghreb, 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 الجمع في مخطبي كتاب القيمانية إلى آخر النفس والله تخلص من معتقلين معتقل مريت واعتقل الشيط كي عيش بينا رعين سنة بعيشهم وهذا شو متبع سرعة شو نفسه صغار المواطنة بالعكس ناس زوغي بإذنية من الصافي قليل الشوارع ناس نعذر أنه يعمليه قاعي وذان مغال الجام الغير أخواه نصر من غير الحقان قد تقال المسيرات جيني بذل السير اسم ذا العمول اي محمد اني ريب ذا ذي عقلانيين المدرسة نظام قرد الدا وحكم طويلة شيء وتحية رضالية كل تضامن الشعوب المقهورة كل تضامن كيف مثل غير قدرات هرم بإسبانيا وحنا نصن قوات ما تيغوغيزي ونصن قوات تيغوغيز مش من ذي بذل المسالمين ليسبيلوا اني عن بوبل دو بي ميرسي تانيس شكرا Visca Catalunya! Visca Rif! Visca Catalunya! Visca Rif! Visca Catalunya! Molt bé. Aixecar. Uitxemes-nos. I més no d'edifici d'Ixinus de Xadabrit. Veig, et de s'atrava. Amo cardima. Madama. Uitxemes. I més fot. Nahuah. Tahiyyat i zirat ja uri. Uitxemes no d'edifici. تحيا لغاليا فاتاريفيا تحيا لغاليا فاتاريفيا المهم يا اخوان هذا باش الكلمه مومات الخالدة ديال السي الفرنسي يمكن كلشي تسمي غدو سهلا لوسي تنظم لوسي تمزيارو تنظم فيك عيش مازنو نطحنن كي كاتالونيا لان كاتالونيا بدنا كيهضر الزولات ينتقبل ولكن شلنا راس السا ويسلايم لوسيدا هزلي لي فرنسا فاشني القيمانية نقول تراكم لان نسلي تسمى هيك السينيال كميلة توقع النهار الكاري القناة في الموسيقى اللي تومع مثل هاد الشهدان هنا ماكرو انت ويسلايم لا أتقي المفاجأة الطب حديث لي أقا غادي تستهوانو يمكن وخليه يفتينا لسنزي وخليه وحق فينا لسنزي شاك دانيكو بيكالا 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 أكبر بيكالا
Je disais que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on avait un sultan au Maroc qui s'appelait Abdelaziz. Il était un amateur des gadgets qui venaient de l'Occident, et particulièrement de la France. Tous les gadgets. Et comme par hasard, il a pu vendre et endetter le Maroc avec, sans dire avec les loisirs qu'il aimait. Et en particulier, il a vendu le Maroc avec un vélo. Avec un vélo au Sénégal. Marocains et les Juifs, nous voulons dire à l'État français, reprenez votre vélo et donnez-nous notre liberté. Reprenez vos gadgets et rendez-nous notre dignité. Et arrêtez avec votre main mise sur notre liberté, sur notre terre, sur notre dignité, sur notre liberté. Nous, comme peuple, peuple divin, peuple marocain, nous aimons tous les peuples. Nous sommes un peuple pacifique. Et nous savons que nous pouvons être solidaires avec tous les peuples. Mais je vous en prie, et je vous prie, peuple français, dites à votre gouvernement d'arrêter de soutenir les dictatures dans le monde, et particulièrement d'arrêter de soutenir les dictateurs marocains. Je vous prie, peuple français, peuple amant de la liberté, soyez solidaires avec nous. Nous aussi, nous aimons la vie. Nous aussi, nous avons de grandes aspirations. Respectez nos aspirations. Respectez notre dignité. Respectez notre liberté. Et laissez-nous mener notre vie et notre destinée comme nous voulons. Comme nous le voulons, s'il vous plaît. Je vous prie de bien dire à l'État français, et à l'État, au gouvernement français, d'arrêter avec cette farce et d'arrêter avec cette schizophrénie. Arrêtez de scander liberté, égalité, fraternité, mais pour le reste, vous voulez les esclaviser, et les rendre des esclaves. Je m'excuse quelquefois, je perds les mots. Voilà. Donc, et je voudrais aussi dire à l'État marocain, au Marseille marocain, nous n'allons pas retourner chez nous. Nous allons continuer avec notre lutte. Nous allons continuer à sortir, à se manifester. Tant que nos prisonniers, nos enlevés, nos jeunes sont encore en prison, dans leur prison. Nos jeunes, qui depuis 10 mois n'ont fait que demander et revendiquer des droits basiques élémentaires. Qu'est-ce qu'a été la réaction du pouvoir marocain sous notre pression? Il y a une grande oppression, une oppression. Et la même tuée de gens. On a 3 martyrs jusqu'à maintenant. Et 4 martyrs, c'est une vie de temps, 4 martyrs. Donc, je veux dire à l'État marocain, nous n'allons pas retourner chez nous. Ni au RIF, ni sur l'Europe. Allez, si vous voulez de la paix, si vous voulez vraiment une réelle paix, faire sortir nos prisonniers. S'asseoir avec eux pour dialoguer. Si vous prétendez être un pays démocratique, un pays de droit, donc arrêtez cette mascarade. Et je veux dire à mes frères et sœurs Rivain et mes frères et sœurs Amazir, continuez votre lutte. On n'a pas d'autre choix. Mais continuez la lutte dans la paix. Continuons la lutte dans la paix. Et merci beaucoup.
cher artiste Saïd Zewali. Et peut-être à la fin, on va chanter ensemble une petite chanson. خداش مات خالي ديزني، خداش مات البلاد، مات ماجد الوزير. سما وخصنا نعاود قليل عثمان، سما غير خصك، هاد خالي غير عثمان غير فكرن الملايا، سما درن باش تليفوني، هي فيها بالناس، هما أمير تمور تمر، الكرامة تمر، الحرية تمر، فوالا. ميرسي عليك باش بدا سوالك خمولي. أموري تسمى يجي الحاجة تسمى مهمة بزاف وخصها المول مالا المول يمكن أن الصيود تبرك من الخطر مالا المول يمكن أن نحقق مكاسب مالا نقيم المول تسمى نفس غادي ليك تسمى يخو الريف فوق كل اعتبار تسمى وفق إنشاء الإيديولوجية اللي تكريمين هناك ودا يساري ودا يميني ودا يخرج من الإيديولوجية نريف لي مزيغي جي الإيديولوجية الجديد وين توالي غنش تسمى الحراك يبدا الحيرة كيقول في الفكرة الخوخة المشروع الخوخة المشروع يمكن غير الفلسفة يمكن غير يقول شي حاجة تنغر بزاف ألور تسمى ميرسي غادي ليك مول مدير تما أنسوني تشوفوس حما أنسيو تبرتنا حما أن نسيو خيج مثلا إلا المعتقدين حما الجهد يني يلغي الشهداء ماشي بمثل الكتابي ومثل حكام كاين بزاف الشهداء تسمى غادي يستعمر بزاف الشهداء ديالي تسمى ومازال قريبو والكوباب الكوباب اوفيسيل قريبو شي السميت ولا الميرسيين ونسي لو كوباب اوفيسيالمون ونسي لو كوباب اللي ما كاينوش تسمى ميرسي عليك انقل المونا مو أموني فوس بفوس إيش نخدو غانا الدياسبورا بغانا نشتت نخوقا نتمول ليش أقايدة زي 2009 تضعط المغرب تضعط المغرب فيه نخوة قصر بزاف مش حال كفر خوت ما دير بزاف لي بلاص ما خلتمون وكنت في اشكال نظاميه حضاريه يا مول تسمى البرهن الفرنسيسي اوروبا تكريم ممكن شي متحضرين شي سيفيليزي سيمو مقام الحضاره السن مقام الاشكال النظاميه المتحضره وتسمى ونحتاج باش يجي هذا الفيلم الضم وتسمى قادر تكون بزاف قادر تكون خموني لو كاين خموني نجمو جيران تقابلت بزاف تسمى يجي السيد يجي بلادي تسمى تك بزاف انت تسمى الحمى غادي يسمو ونسمى اقل بلا تسمى نشوف الخيمة قال بلا خريف قال بلا خيمة زيغي وجيران تسمى تسمى تعيش تسمى ديال الريف تعيش تسمى تعيش